النادي الاهلي طبعا النجمه رحاب الغنام. يمكن مليون مبروك نجاح البطوله. الاول تحياتي كابتن خالد العوضي ليك ولضيوف ونجاح البطوله النهارده. النادي الاهلي كالعاده ثالث لقب على التوالي، مليون مبروك. اولا انا بسلم على كابتن خالد ولضيوفه مين في الاستوديو، كابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت وكابتن عمرو عاشور. وكابتن عمرو عاشور انا بحييهم كلهم. الحمد لله التنظيم طبعا رائع. بشكر قناة الأهلي طبعا على أن هي نقلت النهائي لايف وساعدت طبعا في أن الباسكت ينتشر والناس ترجع تتفرج عليه تاني. دوري مرتبط يعني حقيقة خطوة مهمة جدا للاعتماد أو ربط ال 16 سنة بالدرجة الأولى. وشايفه النهارده كمان كان ماتش الاتحاد ال 16 سنه كان قوي جدا، وكان ممكن ان هو يغير النتيجه بتاعه ماتش النهارده ويكون سبب بالظبط. والحمد لله يعني الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي الاتحاد وكل الفرق. وطبعا الباسكت عامه بيشترك فيه او المنافسه فيه بتكون اكتر من فرقتين، مش زي اي مثلا فولي او الهاندبول او كده، فالمنافسه هتبقى صعبه. وفي دوري السوبر الموضوع طبعا هيبقى اصعب، ما طبعا الفرق كلها تلعب وان شاء الله البقاء يبقى او الاصلح ان شاء الله هو اللي يفوز. شكرا شكرا. كابتن خالد مستمرين معاك ومع النجم من نجوم